الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن في نهايات أحداث السيرة النبوية المباركة في أحداث السنة العاشرة، وقد نجحت الدعوة نجاحا منقطع النظير، حيث دانت الجزيرة العربية كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس النجاح أن تدين له البلاد، ولكن النجاح أن تتغير المفاهيم، وكان هذا قد حصل. لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن كان في مكة محاصرا ومطاردا خرج إلى المدينة فأسس دولة، وبدلا من أن كان حاكما على المدينة فقط صار حاكما للجزيرة كلها، وصار يرسل الرسل ويبعث البعوث لكل الدنيا، فصار حاكما، لكنه أقام مجتمعا على أساس الألوهية والتوحيد الخالص لله، وهذا في عقدين من الزمان. غير مفاهيم كانت راسخة جدا في المجتمع الجاهل العربي، واستطاع أن يغير الكثير من التصورات الجاهلية الفاسدة إلى عقيدة صحيحة وسلوك قويم. وهذا هو النجاح الذي حققه النبي عليه الصلاة والسلام في عقدين من الزمان. في 20 سنة استطاع أن يبدل العقول، وأن يزكي النفوس، وأن يبني المجتمع بناء حقيقيا. في السنة العاشرة قلنا في ربيع الآخر أو في جمادى، على اختلاف بين أهل السير، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وهم جهة من جهات اليمن، وكانت اليمن مقسمة، فبعث خالدا وأمره أن لا يعجل في قتال القوم وأن يصبر على دعوته من الإسلام، أسلم بنو الحارث بن كعب بنجران، وجاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة قيس بن الحصين ذي الغصة، ومعه يزيد بن المدان ويزيد بن المحجل ومجموعة منهم، جاءوا وأسلموا، وجاء هذا الوفد وناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد جاء في جمادى من السنة العاشرة، وامتازت هذه القبيلة بأنها شرسة في القتال وقل أن تهزم، ودار حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يزيد بن المدان، ومعهم عمرو بن عبد الله الضبابي وعبد الله بن قراد الزيادي. هذا الوفد جاءوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تغلبون؟ لماذا لا تغلبون؟ قالوا: يا رسول الله، إنا لنغلب. قال: لا، إنكم لا تغلبون. وهذا من باب الأدب، يعني هذه ميزة، كون يقول أنت ما بتغلبوا، كون يقولوا آي ما بنغلب، ربنا بعد ذلك ينتقم منهم. أي زول يتطاول ربنا سبحانه وتعالى يهزمه، ليعلم هذا الرجل أو هذا الشخص أو هذه القبيلة أن الأمر لله عز وجل. فقال: إنكم لا تغلبون. قال: إذا حاربنا نجتمع ولا نتفرق. كلمته شنو؟ وحدة. ولا نبدأ أحدا بظلم أبدا. فقال: صدقتم. ما كان أصلا بيبدأ، وده دليل تأييد الزول اللي بيظلم طوالي لا بد أن يظلم وأن يقهر وأن يغلب في ساعة من الساعات أو ساحة من الساحات أو وقت من الأوقات، تأديب من الله عز وجل. فإنه كان حقا على الله ما من شيء ارتفع إلا وضعه الله، حتى لا يفتن الناس. ولهذا غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالد بن الوليد من الإمرة وجعله جنديا عاديا، فما كانوا يظلمون على عادة
العرب الذين كانوا يقولون بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين بغاة ظالمين عليك الله شوف الحقارة دي بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين قال ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا يا أخي ليه يا أخي تقال نفسك منه إذا بلغ الفطام لنا صبيا قال تخير له الجبابرة ساجدين قال تقال نفسك منه ولو ده تعرفوا الكلام ده صح ولا ما صح كلامي ده حسه وين قائل هذه الكلمات أين هو الآن وين الزود حسه عمرو بن كلثوم التغلبي وين ما عنده أي شنو أي ذكر ولا قاعد ولا هو يغلب ولا يغلب ولا أي حاجة انتهى ومشى الآخرة ومات ذاته ما في ذلك يقول مثال هذا الكلام ثم في نفس السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأرسل أبا موسى الأشعري ولم يؤمر عليهما لأنهما اثنان ولم يبلغا جماعة إذا كنتم ثلاثة في شنو في سفر فأمرهما وقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا فذهبا كل إلى مخلاف طبعا أنت بتسمع اليمن 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 يا أخواننا كلها يمن كلها شنو يمن لكن على كل مجموعة من أهل اليمن شنو حاكم حتى أن اليمن في عصرنا نحن شهدنا كم يمن يمنين اليمن الشمالي واليمن شنو الجنوبي فبالتالي أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه وأرسل أبا موسى الأشعري الأشعرية إلى اليمن وكان من جملة ما قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما كدعوهم إليه أن يوحدوا الله وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ومن جملة ما قال له قال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تذهب إلى اليمن فتمر على قبري أو على مسجدي فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه وهذا من نبوته فقد صدق عليه الصلاة والسلام لم يأتي معاذ من اليمن إلا في خلافة أبي بكر حيث وجد فعلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أن من لطائف ما ذكر في السير أن معاذا لما جاء معاذ ببعض تجارة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له أن يتاجر فيها لأن معاذ أصابه دين شديد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخل إلى غرمائه فيمهلوه ويساعدوه فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستجيبوا له عشان كده يعني أهل السير علقوا قالوا هذا يدل على خطورة أمر المال عند الناس ولو كان يستجاب لأحد لاستجيب لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام الناس دارين منه يقولوا قالوا إخواننا أزود بيديكم شوية شوية عليه أبو تخيل قالوا بس إلا يدون حقهم فباع معاذ كل ما عنده وقضى دينه فلم يكن عنده شيء فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن جبرا له يعني جعل والي يأخذ من الصدقات نسبة والعاملين عليها ويعلم وهكذا فلما جاء بمال جاءه عمر بن الخطاب قال يا معاذ لقد أتيت من اليمن بمال وإني أشير عليك أن تأتي به إلى أبي بكر رضي الله عنه وتضعه له ما أعطاك منه فإنه حل لك فقال معاذ إنما أعطاني إياه النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لي فلا أكلم أحدا ما محتاج له فذهب عمر إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر المال مال المسلمين ما جاء به معاذ لا يخصه خذه منه أغلع منه واعطه ما تريد أن تعطيه شوف الشيء المناسب ودي له قال والله أعطاه له النبي جبرا ولا أخذ منه شيئا جاء في اليوم الثاني معاذ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لقد طابت نفسي بما قلت كلامك وقع علي لقد رأيت البارحة رؤيا رأيت كأني أجر بقدمي إلى النار وأنت تأخذ بحجزي وتمسكني من النار عشان كده قال لك كلامك صح فجاء معاذ بكل ماله وضعه بين يدي أبي بكر حتى الصوت اللي كان بيضربه دابا بتحته جابه خدت له فقال له أبو بكر كله لك يا معاذ حل لك
فأخذه كله وطابت بذلك نفسه. فبالتالي هذا معاذ رضي الله عنه. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالدا إلى اليمن أيضا فلم يوفق في دعوة القوم جزء من أهل اليمن، فأرسل عليا مكانه وأخبر، وكان القوم كبار في السن وكان علي شابا، فقال له علي يا رسول الله أترسلني وأنا حدث إلى قوم كبار؟ قال إن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. والحديث في سنن أبي داود. وذهب علي رضي الله عنه وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى خالد: من شاء وأراد أن يبقى فليبقى تحت إمرة علي، ومن أراد أن يعقب فليعقب. وقلنا في الدرس الماضي أن عليا شدد على القوم جدا، فكانوا إذا جاءوا بإبل من الصدقة يمنع أحدا أن يركبها، وشدد عليهم جدا. فلما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم علي: يريد أن يكون خشنا في جنب الله أو في سبيل الله وإنكم لا تطيقونه. وقال مقولته المشهورة: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله البجلي إلى صنم يعبد، وهذا الصنم كانت تعبده قبيلة خثعم وقبيلة بجيلة ويسمى بذي الخلصة. شوف يا أخواني مثلا لما حج حجة الوداع الوثنية انتهت في الجزيرة العربية، انتهت أولا في أذهان الناس وانتهت في واقعهم، ولكنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. حتى تضطرب شنو؟ آليات نساء دوس. دوس قبيلة أبي هريرة، ودوس أصلا اسمه عدثان، دوس نفسه رجل اسمه عدثان ابن حرثان الأزدي من قبيلة أزد. فأرسل جريرة ومعه 50 راكبا فكسروا الصنم وسووه بالأرض. فأرسل جرير أبا أرطاط الحصن بن ربيعة الأحمسي، وأحمس فرع من بجيلة، مبشرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. في هذه السنة جاءه في شوال 16 نفر من قبيلة تسمى السلامان، جاءوا طائعين وعليهم حبيب السلاماني. وكذلك جاء وفد غسان في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة النبوية. ولهذا الوفد قصة، وفد غسان قال: يا رسول الله قحطت بلادنا فادعوا الله لنا. فدعا لهم فأمطروا في ذات اللحظة التي دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فلما رجعوا وجدوا أن بلادهم قد أصابها الخصب، وذلك في نفس اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدادوا إيمانا ويقينا وثباتا على ما هم عليه. وكذلك جاء وفد الأزد بقيادة السرط ابن عبد الله الأزدي، وكان الوفد أيضا 19 رجلا. وجاء وفد مراد وعليهم فروة ابن مسيك المرادي، وقلنا أن مراد وهمدان اختتلوا، فأفنت همدان مرادا في يوم يسمى بيوم الرزم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أساءك يا فروة ما أصاب قومك يوم الرزم أو يوم الرزم؟ قال: ومن يصيب قومه مثل ما أصابني ولا يسوءه؟ قال: إذا أسلمتم آتاكم الله أجر الذي أصبتموه أو أجر ما أصابكم. كويس. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم على قبيلة مراد وعلى قبيلة زبيد. وجاء وفد زبيد أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم واستعمل عليهم فروة ابن مسيك المرادي. وفي ذات السنة أرسل فروة ابن عمرو الجذامي رسولا من عنده يعلن إسلامه، وكان بأرض معان إلى جهة الروم، وقلنا أن الروم قد أسروه وقتلوه شنو صلبا، وهو يردد أبياتا من الشعر يدلل فيها على أنه ما زال على الإسلام مقامه وأنه مستمسك بهذا الدين. طيب، حجة الوداع. في أواخر ذي القعدة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم
حجه إلى البيت الحرام، وهي أول حجة يحجها بعد هجرته إلى شنو؟ إلى المدينة. وقلنا أنه قبل البعثة حجة مع قريش، ولكنه ما كان يفعل ما يفعلون، وحج بعد البعثة، وكان يقف بعرفة بخلاف قريش التي لا تقف بعرفة أبدا، لأن عرفة في الحل، وقريش يقولون نحن أهل شنو؟ أهل الحرم، منى حرم ومزدلفة حرم، حد ومزدلفة يقولوا الحل لغيرنا، أما نحن فلا نخرج إلى الحل أبدا. وكان سلم يحج، لكن حجة الوداع تسمى بحجة البلاغ وبحجة الإسلام وبحجة شنو؟ الوداع. سميت بحجة البلاغ لما حصل فيها من الإنذار والخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وأوسط أيام التشريق ويوم النحر، وسميت بحجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجها، وكل الذين حجوها كانوا على شنو؟ على الإسلام. الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج لوحده، ولكن الإمر لقريش ولأهل الشرك والأوثان قائمة، وهم على وثنيتهم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يحجون. حتى الحج التي قبلها حجة أبي بكر، تذكرون في السنة التاسعة حج أبو بكر، ولكن حج معه شنو؟ مشركون، ما كان يمنعهم، فأرسل من يقود لهم أن لا يحج بعد اليوم مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فلذلك سميت حجة الإسلام لأنهم جميعا كانوا على شنو؟ على الإسلام. وقدر الذين حجوا معه حجة الوداع بأربعة وعشرين ومائة ألف، 124,000. ما سمع أحد بأن مثلا يريد أن يحج إلا وجاء يريد أن يأتم بحج النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت بحجة الوداع لأنه ما بين حجة الوداع وانتقاله إلى الرفيق الأعلى 81 يوما. كم؟ 81 يوم. الودي كم؟ شهرين 21 يوم. ولذلك هي حجة شنو؟ حجة الوداع، والتي كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام. طيب، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج من المدينة غيرها. العام الذي قبله حج أبو بكر بالناس، وفي بعثته كان يحج من مكة 3-4 مرات لوحده، والإمر عند قريش، وفيهم المشرك وفيهم الكافر وفيهم المسلم. كويس. وحتى قبل أن يبعث كان يحج، لكنه كان يحج على ملة إبراهيم بما يلهمه الله له سبحانه وتعالى. وقلنا أن قريش كانت تحج، وقلنا أن أبا طالب في لاميته كان يقول لهم وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، صح؟ فبالتالي كانوا يحجون. وفي ذلك قال تعالى عن حج المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، للأسف الشديد. طيب، فبالتالي عمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمرات. عمر عمرة الحديبية، منع منها فجاءت العمرة التي بعدها سميت بعمرة القصاص أو بعمرة القضاء أو بعمرة القضية، قضى فيها عمرة الحديبية. وعمر من الجعرانة بعد فتح مكة، وكانت عمرته 4 قرين حجته. قرين شنو؟ حجته. اتفقنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت. طبعا في ناس قالوا حج طلع يوم الجمعة، لكن الصواب أنه حج شنو؟ طلع يوم السبت. ليه؟ لأنه جاء في الرواية الصحيحة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، فدل على أنه لم يكن جمعة. لـ5 بقينا من ذي القعدة، 25 ذي القعدة، ذي القعدة سنتين باقي لكم 5 يوم، أو 24 ذي القعدة أو 25 ذي القعدة. خرج فأدرك العصر بذو الحليفة وصلى بها العصر قصرا. ودي مسألة عجيبة، لأنه لما انطلع ما بين ذي الحليفة وما بين المدينة 3 أميال. كم؟ يعني كم كيلومتر؟ 5 كيلومتر. قصر الصلاة، رأي شنو؟ قصر الصلاة. ونزل بها
نزل لماذا؟ نزل ينتظر ده الميقات، ينتظر نوع النسك الذي سيتلبس به، منتظر يجي وحي ربنا ينزل له وحي. فصلى بها المغرب والعشاء لم يجمع ولكنه يقصر، وصلى في الوادي المبارك. الوادي شنو؟ البارك، وهو وادي العقيق. الوادي المبارك هو وادي شنو؟ وادي العقيق. طيب، وفي الوادي نفسه في منطقة اسمها المعرس، 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 هذه هو الجزء المبارك في الوادي، وإن كان ذو الحليفة كلها وادي شنو؟ مبارك. ويعرف هذا الوادي بوادي العقيق. قال جاءني جبريل، ده في صلاة الصبح، صلى بالناس شنو؟ الصبح، يعني بذي الحليفة صلى شنو؟ العصر والمغرب والعشاء من يوم شنو؟ السبت. أصبح يوم شنو؟ يوم الأحد. تابع معي، يوم الأحد صلى الفجر يوم الأحد، وأخبرهم أن جبريل نزل له وقال له قل عمره في حجة. عمره في شنو؟ في حجة. أصبح الصباح، طاف على نسائه جميعا، وكن تسعة وكلهن معه في حجته، طاف عليهن جميعا وعائشة تطيبه. ثم بعد ذلك صلى الظهر بذي الحليفة، صلى الظهر قصرا، قصر. وبعض الناس للأسف الشديد يقول أن للإحرام لابد من صلاة ركعتين قبل شنو؟ قبل الإحرام، وهذا ليس صحيح. إنما هذه ليست بركعتي الإحرام، إنما هما شنو؟ فرض شنو؟ فرض الظهر. في ناس يقول لك لازم الزول يصلي ركعتين ويحرم، ما في لازم، لكنه يستحب أن توقع الإحرام بعد فرض، يستحب شنو؟ أن توقع الإحرام بعد شنو؟ بعد فرض. وبعد ذلك اغتسل وصلى بالناس الظهر وتلبس بإحرامه صلى الله عليه وسلم. إذن جاءه الوحي ليلة وأخبرهم فجرا، ثم أحرم بعد شنو؟ بعد الظهر. وكان معه بدن، وكانت معه ناقته أو بدنه، فأشعرها، والإشعار في جنبها الأيمن، أشعرها بأنه جعل فيها جرحا ليسيل دمها، فلما سال دمها أسلته. أسلته يعني شنو؟ يقال أسلت العرق، شنو؟ أزاله، فأزال الدم وقلدها، هذا هديه، قلدها أي ألبسها نعلين قلادة في عنقها، النعل الوحدة دي تقدها بجاي وتقدها بجاي، وتركبها لوين؟ في شنو؟ في رقبتها. فصارت في جنبها إشعار، أشعرها بسكين أو بخنجر، وهو الجرح الطفيف على الجب، مش تغرق يعني، جرح طفيف، ليعلم أن هذا هدي لله يذبح في محله حتى يبلغ الهدي محله. طيب، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء. والناس، كلمة قصواء في اللغة الناقة مقطوعة الأذن أو قطع منها جزء من أذنها، ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعة الأذن ولكنها سميت بالقصواء هكذا. فركب القصواء والناس عن يمينه مد البصر وعن شماله مد البصر ومن أمامه ومن خلفه كلهم مد البصر، والقرآن ينزل وهو يعرف تأويله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شيء عجيب، يعني حجة عجيبة. طيب، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بأول ما ركب أعلن الحجة، قال اللهم لبيك عمرة في حجة لا رياء ولا سمعة فيها. التلبية التي لباها هي كالآتي: لبيك اللهم لبيك، لبيك
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وهذه التلبية هي أوضح تلبية، وقد رويت بإسناد عال ذهبي، رواها الشافعي عن مالك، أخذ الشافعي من؟ عن مالك، ورواها مالك عن نافع، ونافع عن ابن عمر، وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقل الأسانيد بالمناسبة، نادر ما تلقى الشافعي يروي عن من؟ عن مالك، وذلك في مسند الشافعي، وقد رواها أهل الصحاح ورواها أهل السنن وهي واضحة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذا العرج حصل فيها موقف في ذا العرج، تقول الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر، قالت يعني تحكي عن أبيها أنه كانت له ناقة، وزاملة أبي بكر وزاملة النبي صلى الله عليه وسلم سواء، والزاملة أدوات السفر حقة واحدة وموضوعة في رحل أبي بكر، فظلت إبل أبي بكر ظلها عبد له. فلما جاء بالعرج فقال له أبو بكر أين الناقة أين الراحلة، قال ظلت، فجعل يضربه والنبي يضحك يقول أتنظرون ماذا يفعل هذا المحرم، أتنظرون ماذا يفعل هذا المحرم. طبعا قال لك لما أحرموا أحرموا برداء وإزار، لم يشدد النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامهم على ما أحرموا من الثياب إلا الثياب المزعفرة والأردية، يعني الرداء البفوق والإزار البتحت، ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا المعسفرة التي تلتصق بالجسد كالجلد، لكن أي نوع يعني ممكن الزول إحرامه يكون ما أبيض، بس يكون شنو رداء وشنو وإزار، ما يكون نوع بيتلصق مع شنو مع الجسم. نهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. المهم يضحك يقول انظروا ماذا يفعل هذا المحرم. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثنية تسمى بثنية هرشاء، فقال أي ثنية هذه؟ كويس، أو وادي، والثنية دائما بتهبط على شنو؟ على وادي. قالوا ثنية هرشاء، قال كأني بيونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، جعدة معناها مكرمشة، على ناقة حمراء جعدة خطام ناقته خلبة ليف، عليه جبة صوف يلبي لله عز وجل قاصدا البيت الحرام. ثم أتى عليه الصلاة والسلام على ثنية أخرى أو على واد، قال أي واد هذا؟ أليس بوادي كذا؟ فسماه، قال كأني بموسى بن عمران هابطا من الثنية يجأر لله بالتلبية. في المحل الذي قال لهم سنين الأرض دي عجيبة ما بتتغير، بتكون قاعدة الناس يجوا ماشيين فيها، قال لهم في المحل الذي جموسى عليه السلام هابطا من الثنية نازلا في هذا الوادي، وقال ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بحج أو عمرة أو ليثنين بينهما، والحديث في صحيح مسلم. يجي فج الروحاء منطقة، يجي قال لهم عيسى يجي فيها، ولا تصدقن نبوته صلى الله عليه وسلم رغم أنف المكذبين، ولا يقولن عيسى لبيك اللهم لبيك إما بحج وإما بحج وعمرة أو بعمرة قاصدا التمتع. المهم اختلف العلماء في النسك الذي كان عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه كان قارنا، وهذه رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج شنو؟ قارنا، كان شنو؟ قارن، القارن يعني شنو؟ قارن بين العمرة والحج ولم يتحلل. أما المتمتع هو الذي يأتي بالعمرة ويتحلل التحلل كله حتى الأكبر، ويأتي النساء ويحل له كل شيء، ويوم الحج أو يوم التروية يهل بحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان شنو؟ قارنا. وفي ذلك لطيفة، أنه لبس الإحرام في 25 يوم الأحد، ما ملص إلا يوم 10 ذو الحجة، كم يوم؟ 15 يوم،
15 يوم لابس شنو؟ لابس الإحرام. طب سار النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في 8 أيام، وصل مكة في كم؟ في 8 يوم لابس إحرامه. لما وصل مكة وصلها ليلا، فبات بذي طوى خارج مكة، بذي طوى منطقة اسمها شنو؟ بذي طوى. فلما جاء النهار قام. ولذلك يستحب لو أمكن دخول مكة نهارا، أصلا أبي يخشها بالليل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يفعله، فهو محرم اغتسل لدخول مكة، اغتسل لشنو؟ لدخول مكة. ودخلها من الثنية العليا، تسمى بكداء، اسمها شنو؟ كداء. قصد النبي صلى الله عليه وسلم البيت، والذين معه لا يعرفون ماذا سيفعل. أول شيء فعله أنه استلم الحجر الأسود والطبع، والاطباع هو إخراج الكتف الأيمن في طواف القدوم فقط. وحكم طواف القدوم أنه سنة، فلو لم يفعل لا يلزم الحاج منه شيء، ولكن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر واجب. بالنسبة لشنو؟ للمعتمر شنو؟ واجب، لا يصح إلا به. المهم رمل في 3 أشواط الأولى، ومشى في 4 أشواط، ثم بعد ذلك أتى المقام وتلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى في المقام 2 ركعتين، الأولى بالفاتحة والكافرون، والثانية بالفاتحة والإخلاص. ثم قصد الصفا، فعلى الصفا وهلل الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، واستقبل الكعبة من الصفا ودعا ما شاء الله له أن يدعو، ثم استقبل بطن الوادي ومشى فيه. ولما أتى عند الميلين سعى عليه الصلاة والسلام وخب وجرى جريا خفيفا، ثم بلغ المروة وفعل ما فعل بالصفا هذا. ولما صعد عند الصفا تلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال أبدأ بما بدأ الله به. لما أتم السعي عند المروة 7 أشواط، طبعا بتبدأ هكذا، تبدأ من الصفا وتنتهي وين؟ في المروة شوط، ومن المروة للصفا شنو؟ شوط، وهكذا لحد ما تمشي شنو؟ 7. في ناس بيعمل يمشي من الصفا للمروة ويجي راجع المروة، يقول واحد يمشي من الصفا للمروة ومن المروة يجي راجع الصفا، يقول واحد. لما تحسب تلقاه عمل كم شوط؟ 14 شوط. وبعض الفقهاء أفتى ببطلان سعيه هذا، يقول أنه السعي كالصلاة بالعدد، والصواب أنه يجوز والباقي يكون له إن شاء الله نفلا. كويس، وبيحصل والله. ثم كان معه الهدي، أصحابه عملوا معه كده، دل على أنه قارن. أمرهم أن يتحللوا، قالوا قصروا وطيبوا وغيروا الإحرام وأتوا النساء. شيء عجيب، لكن مش عجيب. وقال مقولته المشهورة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولذلك صار متلبسا بإحرامه المبارك صلى الله عليه وسلم، عمل حاجة عجيبة جدا الحجاج ما قاعد يعملوها، مش طاف وسعى، العمرة انتهت، لكنه ما زال متمسكا. هو معتمر، والذي سيأتي الحج يكون أتى بحج وعمرة مرة واحدة. معظم الصحابة ما ساقوا هدي، أمرهم أن يتحللوا فصاروا متمتعين. متمتعين يعني شنو؟ طاف وسعى وشنو؟ ما حلق، لأنه لابد يخلي حاجة للحج، قصر ولبس هدوم وطيبوا. وكان منهن فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أمرها أن تتطيب وأن تتحلل. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بمنطقة الأبطح شرقي مكة. الكلام ده متين؟ قلنا طلع يوم اللحى صح؟ وصل مكة متين؟
يوم الأحد، لأنه قلنا أخذ كم يوم؟ 8 يوم رقد منها، رقد فأصبح الصباح يوم الأحد. دخل شنو؟ مكة. العمرة الطواف والسعي انتهى منه، مشى بقية يوم الأحد في الأبطح. الأبطح ممكن نقول الآن في مكة الشيشة، منطقة الشيشة في منطقة الآن اسمها شنو؟ اسمها شنو؟ الشيشة دي الأبطح. نزل فيها، لم يذهب إلى المسجد الحرام قط، بس قاعد في محله ده في الأبطح بقية الأحد وشنو؟ والاثنين والثلاثاء والأربعاء، كويس؟ معناها دخل مكة لو طلع يوم 25 ذو القعدة يكون وصل مكة يوم 3 أو 4 شنو؟ ذو الحجة، أو قول 5 ذو الحجة، كويس؟ على فرض اتفق العلماء على أن شهر ذي القعدة الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ناقصا. الشهر العربي إما كم؟ إما 30 إما شنو؟ كان 29. ليه؟ لأن يوم عرفة وقع جمعة. ركز معي، الرسول طلع يوم أحد، طلع يوم شنو؟ يوم شنو؟ يوم أحد. يوم الأحد البعده كم يوم؟ 8 يوم. طلع يوم 5 ذو القعدة، معناها شنو؟ معناها يوم الأحد البعده لازم الحجة تقع شنو؟ عرفة تقع شنو؟ جمعة. مرق من المدينة السبت وبيت بقية السبت في الميقات، وخرج نهار الأحد ووصل ليلة السبت، كويس؟ ليلة شنو؟ السبت. ودخل مكة نهار شنو؟ نهار الأحد. يوم الخميس الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح من يوم الخميس. يوم الخميس ده وقع 8 ذو الحجة الذي يعرف بيوم شنو؟ التروية. خرج منها يوم شنو؟ الخميس بعد أن صلى الفجر. في هذه الفترة جاءه علي ببعض الهدي معه، جاء علي ببعض الهدي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ممسكا ومحرما، حتى أن عليا أنكر على فاطمة أنها متحللة وتمس طيب، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فلما رجع إليه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصل منى يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأنه اليوم الذي يتهيأ الناس فيه في منى للحج، فينقلون الماء لمن أجل التروية من أجل الري، كويس؟ فصلى بمنى الظهر قصرا، والعصر قصرا، والمغرب تاما، والعشاء قصرا، وصلى الفجر بغير جمع، وصلى الفجر غداة التاسع، ودفع إلى وين؟ إلى عرفة، فوصلها قبل الزوال، وضربت له قبة بنمرة عليه الصلاة والسلام، فكان فيها إلى أن زالت الشمس. الزوال معناه الظهر يا أخوانا، الشمس تكون في كبد السماء، فإذا زالت نحو الغرب قليلا تسمى شنو؟ الزوال. فدعا بلالا فأذن له، فخطب الناس خطبة عصماء، وهذه الخطبة كانت في يوم شنو؟ في يوم التاسع، وكان ذلك يوم شنو؟ الخميس. كان وين؟ في منى. دي يوم شنو؟ يوم الجمعة 9 ذي الحجة. وما زال صلى الله عليه وسلم متلبسا بإحرامه، جلد على العبادة عجيب، جلد على النسك عظيم، ما زال متلبسا بإحرامه عليه الصلاة والسلام. خطبهم فوضع فيها وأعلن فيها المبادئ العامة التي قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دمنا دم ربيعة أو ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمنا عباس بن عبد المطلب، ثم انتهى فيها من الجاهلية. وهذا أهم إعلان، أعلمهم بتحريم الظلم والربا
ونهاية أمر الجاهلية، وهذا هو النجاح الحقيقي للدعوة. إخواني أنت ممكن تمسك دولة لكن الأمور كلها جاهلية، شنو يعني عملت شنو؟ صح؟ مش القضية لك أنت تمسك دولة، ممكن تمسك دولة ما يكون عندك أي مخومات، ربنا يجيبك يبتليك يمسكك دولة، ممكن تمسك دولة بالقوة. الحصل شنو في الدولة دي؟ ما هو التغير الذي حصل في مفاهيم الناس؟ ما هو النهضة الحقيقية التي حصلت في دنيا القيم؟ يعني المبارك فوري رحمه الله صاحب الرحيق المختوم عنده عبارة لطيفة جدا، قال: وكانت معركته صلى الله عليه وسلم ورسالته كانت معركة الضمير الإنساني بتحرير الإنسان من الخرافة وبتعبيد الناس للخالق وبتجريد الناس للتوحيد. قال: وهي معركة طويلة الأمد لا تتوقف وهي مستمرة إلى يومنا هذا. معركة الضمير الإنساني، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرر الضمير، شيء عجيب. ثم أعلن عن حقوق المسلم فأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا. ثم أعلن حقوق ده اسم إعلان حقوق الإنسان المسلم، أعلن حقوق المرأة: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولهن عليكم كسوتهن بالمعروف. وأعلن هذه المبادئ العظيمة السامية خطبة عرفة وضع فيها النبي الكليات الجامعة والقواعد الأساسية للملة وأبان فيها السبيل، وكانت إعلانا ساميا بانتصار الإسلام وبهيمنته على تلك البقعة بل وعلى العالم كله. ثم صلى بالناس بعد هذه الخطبة العصماء، صلى بهم الظهر قصرا وجمع معه العصر بإقامتين وأذان واحد، ثم دفع بعد ذلك إلى موقفه ليس الجبل. الآن الناس مشكلتهم كلها وين؟ الجبل. الواحد كان مش عرفه وجا راجع، الناس بيسألوا هنا مشيت الجبل؟ يقول لي ما مشيت، يقول لي أزول لا حجيت ولا شفت حجزته. أنت ما مشيت الجبل، أم مشيت لا شنو؟ يقول له يا زول جبل شريخ، الجبل ده نفسه ما مش عليه. وقف على ناقته وبطن ناقته إلى الصخرات، وقف بعد الصلاة بعد ما خطب أول حاجة خطبة بعدها شنو؟ الصلاة. وقف من ذلك الوقت حتى غربت الشمس، رأي شنو؟ فد وقفة. يا أخي نحن الناس في عرفة يأكلوا في التفاح قش والعنب، دي عرفة دي والله العظيم. وناس الحج السياحي والله بيعملوا الناس عمايل جايبين لهم مراتب في عرفة، يا زول مراتب شنو والله العظيم كويس، ونايمين تلقاهم يا أخي ده وقت بنوموا فيه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا فيها، وهو واقف نزل عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان عمر يقول: نزلت يوم عرفة في الموقف وفي يوم جمعة، عرفة عيد والجمعة عيد، نزلت هذه الآية المباركة الشريفة. وقد يسر النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وأمرهم أن يرفعوا عن وادي عرنة فإنها ليست من عرفة وهي جزء من نمرة. يعني المشى الحج بيشوف المسجد عليه وسلم جزء من المسجد خارج عرفة، لكن عاملينه مسجد عشان الناس يصلوا ويحضروا الخطبة، لكن إذا جاءوا بعد الزوادي للوقوف عليهم أن يرفعوا من وادي شنو؟ من وادي عرنة. كويس. بعد ذلك لما غابت الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيل هل صائم، فدعا بقدح من ماء أو لبن فشربه، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم مردفا أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، أخذه ودفع به إلى مزدلفة، وأول ما وصل مزدلفة أذن للصلاة فصلى المغرب والعشاء وأوتر ولم يسبح بينهما ونام عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظ فأذن للفجر فصلى الفجر عند المشعر الحرام، ووقف عند المشعر الحرام وهو قريب من موضع المسجد اليوم في مزدلفة، فوقف
وجعل يهلل ويكبر الله ويسأله حتى أسفر الصبح جدا. خلاص الرواية شنو كشفت؟ فأردف الفضل بن عباس، يعني كان رديفه. أما جابر راوي الحجة فكان ممسكا باللجام الناقة، أما إردافه من عرفة إلى مزدلفة فقد كان مردفا لأسامة. وفيها فضيلة لأسامة، فيها فضيلة لأسامة، والله عنده فضيلة. وأردف من مزدلفة حتى أتى وادي محسر أو محسر وأسرع فيها، وهذا يسمى بالإيضاع، أسرع فيها لأنه الوادي الذي أهلك فيه الله أصحاب الفيل، وكان مردفا للفضل بن عباس. وجاءت الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت الفضل بن عباس من رأسه وقال: رأيت جارية حدث وفتى حدث، فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما. ثم طبعا بالليل بعد أن سقط القمر بعد منتصف الليل دفع نساؤه قبل حطمة الناس فرموا جمرة العقبة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها فرماها بعد الفجر وبعد أن أسفرت الشمس، فذهب إلى الجمرة وكانت عندها شجرة آنذاك وهي جمرة العقبة الكبرى أو الأولى، كويس؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندها ورمى بسبع حصيات، ثم ذهب إلى المنحر في منى فنحر بيده الشريفة الطاهرة 63 بدنة بيده، وأخذ من كل واحدة منهن جزءا من اللحم ووضعه كله في قدر وتصدق ببعضه وأكل بعضه. يا السلام، حجة عجيبة. ثم بعد ذلك حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ووزع شعره على الناس، شعر مبارك ما في ذلك شك، قسم عليه الصلاة والسلام شعره على أصحابه، ثم رجع إلى منزله ورحله في منى فخلع ثيابه، وطيبته عائشة بعد الإحرام، فصلى الظهر بمكة يوم كم؟ يوم 10. قيل أنه خطب الخطبة الثانية يوم 10 عند الجمرة، وهي التي قال فيها: أي يوم من هذا؟ فسكتوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فسكتنا. قال: أوليس بذي الحجة؟ قالوا: نعم. قال: أي بلد هذا؟ فسكتنا. قال: أوليست بلد الله الحرام؟ ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. وأكد ثانية على حرمة الدماء. يا أخي الناس ممكن يقولوا وسلم: يا أخي كلامنا تكترتوا، ما قلت لهم مبارح؟ قالوا مبارح وقالوا لهم في اليوم الثاني، وده اسمه يوم الحج الأكبر، يوم 10 يوم الحج الأكبر. ذهب مكة في الحرم في المسجد وصلى بها الظهر وطاف طواف الإفاضة، ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن سعيه الأول هو سعي حجه وسعي عمرته، وقد تحلل التحلل الأصغر ويتحلل التحلل الأكبر، أي تحل له النساء بعد طواف الإفاضة ورجع منها. اختلف أهل العلم بعد ذلك هل كان يأتي مكة كل يوم أم أنه لم يكن يأتيها، بقي في منى يوم 10، أصبح يوم 11، وهذا يسمى بيوم القر. يوم شنو؟ لأن الحجاج يقرون. ويسمى أيضا بيوم الرؤوس لأنه بكونوا أكلوا اللحم بعد بقى الرصان الهدي بعد ذاك ينجدوا الرأس، اليوم ذاك بيأكلوا الرؤوس، اسمه يوم شنو؟ يوم الرؤوس. وقيل يوم الرؤوس اليوم الذي بعده، يوم القر يوم 11، أصبح يوم 11. قعد فيها وبات بها وعمل فيها خطبة، وهذه تسمى الخطبة الثالثة بخطبة أوسط أيام التشريق، وهي من رواية سراء بنت نبهان رضي الله عنها، خطب فيها. وفي هذه الخطبة ذكرهم بمسألة مهمة: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ووضع قواعد السياسة الشرعية: أن أسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم ولو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأنف، وإلى غير ذلك من القواعد العظيمة التي أرساها عليه الصلاة والسلام في يوم 11. ثم جاء يوم 12 وهو يوم النفر الأول،
وذلك لأنه يجوز فيه النفر، لكن النبي تأخر وذهب من منى إلى المحصب، منطقة اسمها شنو؟ المحصب، نزل فيها. وبعضهم يقول أن المحصب أو التحصيب سنة، نزل بالمحصب دمتين يا إخوانا. الجمعة قلنا يوم كم؟ يوم 9، السبت يوم 10، يوم 11 يوم كم؟ اللحد، ويوم 12 يوم شنو؟ الاثنين، قاعد يوم 12 طلع منها بات اللحد والاثنين، طلع يوم الثلاثاء فجاء المحصب فبقي بها، بقي بالمحصب أيضا يصلي ويخسر الصلاة. بالمناسبة أرسل أيام القاعدة في الأبطح كلها يخسر الصلاة، راشد مما خرج من المدينة هو عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة. خرج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى بات يوم الأربعاء، طلع الثلاثة صح؟ الأربعاء بالليل بعد ما صلى العشاء قصد البيت، لماذا؟ لطواف الوداع. ودع، شوف الحجة دي مجيه هجيها حجة، طاف طواف الوداع ليلا وخرج من مكة من غير الموضع الذي دخل به، دخل من كداء وخرج من أسفل مكة كدي، خرج من وين؟ من كدي، وقصد المدينة متوجها. وقد أورد الترمذي في السنن وصححه الألباني فائدة عظيمة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المدينة ويحمل معه زمزم. يحمل شنو؟ زمزم. عشان كده شيل الناس لزمزم ده عنده شنو؟ عنده أصل في السنة، والحديث في الترمذي وصححه الألباني. وكان عليه الصلاة والسلام قد استعمل على المدينة سماك ابن خرشة الملقب بأبي دجانة، وقيل سباع أو سباع ابن عرفطة أو سباع ابن عرفطة على حسب تشكيل هذا في كتب أهل السير والتاريخ، والراجح أنه خلف أو استخلف على المدينة أبا دجانة سماك ابن خرشة أو خرشة رضي الله تعالى عنه الساعدي. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أو في عشرينات شهر ذي الحجة. بذلك نكون قد انتهينا من أحداث السنة العاشرة من الهجرة النبوية. درسنا القادم بإذن الله تعالى عن أحداث السنة الحادية عشر من الهجرة النبوية. نسيت أن أقول لكم شيء بالمناسبة، في خطبة أوسط أيام التشريق التي نهى فيه عن ضرب الرقاب والطاعة لولاة الأمور نزلت عليه سورة عظيمة، وهي سورة الفتح التي تسمى بسورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، وهذا يعتبر آخر ما نزل من شنو؟ من القرآن كسورة. قبلها في عرفة نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، في يوم أوسط أيام تشريق في يوم القر نزلت سورة النصر سورة الفتح. إذا جاء نصر الله وشنو؟ والفتح. فإما أنه خطب بعد نزول السورة مباشرة في أوسط أيام التشريق. بذلك نقول قد انتهينا من حجة الإسلام وحجة الوداع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.